السلام عليكم. سخر حياته لخدمه الناس والدفاع عن المظلومين وحين سقطت الدوله في يد الميليشيا لم يستوعب ما حدث كالبقيه حتى وجد نفسه في السجن مظلوما هو هذه المره يتعرض للتعذيب والتهديد بالاعدام. وفي السجن الذي دخله بريئا وجد المحامي والرياضي والاكاديمي لم ياتي هؤلاء لزيارته فالزياره ممنوعه بل كانوا رفاقه خلف القضبان. إنها سجون افتتحها الحوثيون لتغييب خيرة أبناء المجتمع والتنكيل بهم قصة اختطاف الناشط الحقوقي منصور الزيلعي في الفيلم التالي نشاهد ثم نعود منصور عبد الفارع سعد القرادي المعروف والمشهور بمنصور الزيلعي من سكان مدينة الراهدة ناشط ومدرب في مجال حقوق الإنسان مدير مركز اليمن الجديد للحقوق والحريات مدير مركز اليمن الجديد للتدريب والتنمية صور آه الساعة الثالثة والنص آه أنا كنت خارج من بيتي وقد كان هم آه يراقبونا ومعي أولادي محمد وأردغان صغار يعني واحد عمره أربع سنوات واحد عمره سنتين وعلى طول مسك الطقم قدامي يقول لي على جنب بطاعتك وسلم له بطاعتي يقول لي يلا قلت معي الأطفال وصلهم للبيت قليلا قلت الأطفال الأطفال هذا يعني صغار بيضعهم قال ما ما اهم حاجه انت ما خلي الاطفال سحبوني ما قال لي شيء كان أنا كنت اقول لهم شنو روح الاولاد وامشي معاكم عادي ما شيء اشكاليه لانه ما اناش مدان ما عنديش اي قضيه لو انا مدان ما بجلس في الراهده ولا بخرج ولا شمارس حياتي الطبيعيه طبعا تم بالبدايه خطفي من مدينه الراهده وادعي سجن شرطه الراهده وتحويلي الى مدينه الصالح وهناك حدث شيء فظيع يعني تم ضربنا ضرب عنيف آه منها ثلاثة أنا واحد من المنصورة واحد قباطي ما نعرف ليش يضربنا بالأخير بطحونا بطح وندو الدكتور آه يحدد قلوبنا ونحن مغمقين مقيدين وبدوا يضربوا علينا إيش رصاص ما مستغربين طبعا حاكنا بعد الضرب هذا كنت أنا أتمني الموت ما أتمنيش الحياة يعني اعتبر الموت هو راحل لي هم يقولون ايش نحن ما نحن دواعش اصحابكم ذبحوا اصحابنا وقتلوهم نحن بنقتلكم قتل رحيم وبالآخر كان يضربوا علينا في شنق تقريبا او يضربوا يوجه الالي عليك تشعر انت بفوهه الالي على ظهرك لكن تسمع طلقه رصاص ما تسيبكش ولا كذا كانه في شنق او يضرب مكان اخر في جهه ثانيه هو بالاخر ارهابك ورعابك وتعذيبك تعذيب ايش نفسي او تشاهد الموت وانت حي تشاهد الموت يعني وانت حي المهم الذي حدث بعد اثناء التحقيق جابونا الثلاثه على اساس نحقق المحق الناصين المحقق قال هذا تبعين اللي هو القباطي هذا مش تبعين عدوهم عرفوا بالاخير ان احنا من حشق الناصين حاولوا يعتذرون ويحكمونا باليات قلنا لهم حسب العرف الاصل انك تحكمني هنا في بيتي اذا كنت تحكمني وانت تعرف الاصل والاصول والعرف اليمنيه اذا كنتم يعني خلاص يعني انا رد الحكم لكم احكموا على انفسكم انتم قبائل احكموا على انفسكم وكنت منتظر انه يعني يمكن بيحكموا على انفسهم انه يخرجوني يردوا اعتباري ويعوضون عما لحقني من اضرار لكن اكتشف آه طبعا حدث انه ضرب الطيران بنفس اليوم كثير من المساجين هربوا تقريبا سبعين نفر انا رفضت الهروب لانه لست مدان لاحد علشان اهرب بل كنت منتظر رد الاعتبار منتظر تعويض عما لحقني من اضرار منتظر التحكيم الذي هم يعني اوعدوني فيه بو انهم حكموني وانا حكمتهم ردة الحكم لهم انهم بيردوا اعتباري وبيعوضوني عن حكم الاضرار وبيوصلوني الى بيتي حسب العرف اليمني حسب المتعارف عليه بالاخير نقلني لا سجن القند وامكث في سجن القند فتره ويتم نقلي الى مدينه الى سجن يعني كليه سجن الرئاسه او النهدين يسموها في تلك الليله يعني حدث يعني تسعه صواريخ في المباني اللي نحن فيها. حتى اللي لقيت بعض الشباب من شده ضغط الصواريخ والله خرجت الدم من اذانهم. انا عن نفسي يعني حسيت بالموت المحقق بتلك الليله. شاهدت الموت. بل اكثرنا من شده الغبار والدخان حق الصواريخ كان احنا خرجنا من مقبره الصباح لما كل واحد شاهد الاخر كان احنا خرجنا من مقبره ما كان احنا يعني ناس اوادم طبيعيين. تم بعد ذلك نقلنا لبيت علي محسن نقل يعني مده 24 ساعه. ومنه إلى الثوره الاحتياطي في صنعاء خلال الفترة سجن الثوره الاحتياطي عندهم برنامج لابد أول ما تدخل لابد يخفيك أقل شيء شهر إلى شهر ونص ها يخفيك إخفاء نهائي ممنوع أنك تتواصل مع أي سجين ممنوع أنك تتواصل يمنحك التلفون ممنوع كذا التغذية سيئة ممنوع المصاريف مش موجود معانا مصاريف وضع مزري لاخر حاجة طبعا انا كنت مسجون بالفتره هذيك بالانفراديا يعني في الظلام ادى الى ضعف نظري يعني نسبه ثلاثة ونص انا دخلت السجن وانا نظري ستة على ستة كان لتغيبي لتغيبي عن اسرتي الاثر البالغ لا زلت اعاني من هذا منه الى هذا اليوم صور ابني معي الله يقتلني باثنين اولاد اولادي هذول عندهم عامل تقلط العامل الثامن والتاسع بالدم مش موجود يحتاجوا الى ابر من سعر الابره يعني الان تفوق ال 80000 ابني الكبير اللي هو كان طا يعني عمره 19 سنه كان يحتاج لهذه الابره ونتيجة نتيجه ان انا واعمامه قد يشتروا له عده مرات قد هم حرق مني ومنهم يعني يشعر ب انا تواصلت معه تلفونيان اقول له هو يقول لي يا بنت تعبان قلت له تحتاج ابن الابره قال لا يا با... اخي عمي سعيد لي وليلك وللابره وليل وللدراسه وليل يعني بقاوي قلت يا ابني تحتاج الإبرة قل لي لو تحتاج الإبرة اشتبر لك من أي مكان ببيع لك أي حاجة أهم حاجة إنك تبقي يعني يعني الله لو أنت تعبان قال لا إن شاء الله لو أنا ببكر مركز الدم وبتأكد إن أحتاج الإبرة هو يتهرب مني مش يقول لي إنه أحتاج الإبرة تصور يوم الثاني كانت وفاته كان أحتاج الإبرة بثمن يعني ابني هذا يعتبر كان اخي وصديقي وحبيبي ونور عيني هذا يعني اغلى اغلى شيء كنتوا أمتلكه ونتيجه غيابي عنه ما قدش من يرعوه رعايه صحيه كان سبب وفاته ايوه والموقف الذي المني المني اكثر واكثر يوم ما جابوا جثه هامده من من صنعاء الى قدام السجن وبجلس ساعتين وانا ترقي قياده الحوثيين يعني ان ازور ابني وشيء ويعني ازوره واخذ بجنازته ها آه، وانا وعدتهم وعد اني ارجع لانه ما بدون برجع انا لانه بالاخير ما كنت اؤمن ان انا اهرب وكذا اؤمن ان ان انا بحاكمهم امام القضاء عاقل عاقلا او عاقلا صورت ترقيتهم تلقيتهم لمده ساعتين بالاخير لا حياه آه، ابني قثه هامده قثه مزقاة قدام السجن الفرق بيني وبينه امتار لا اقل ولا اكثر يعني ما يتجاوز حتى 100 متر اخرج يفتحوا لي الباب واخرج انظره بالاخير رفض طبعا كان أول مرة أشاهد الشباب وشاهد الأصدقاء دخلت السجن هو يوم عيد عرفة. طبعا حبست ثلاث أعياد عرفة. في في سجون الحوثيين. فكان أول يوم بالسجن أشاهد الشباب من صنعاء من حقة من عمران من صعدة حتى كنت أتفاجأ إنه بوم أبناء صعدة مسجونين بالفعل بوم من أبناء صعدة وهم من أفضل الناس أخلاقا وثقافة وعلما يعني وكانه من اتى من صعداء الاخرين العكس ويعني كان من حبسهم من الحوثي هم عباره عن مثقفين اكاديميين محامين حقوقيين دكاتره جامعات اجلسوا مع نائب عبد الملك الحوثي حسب كلامهم يقولوا هذا نائب عبد الملك الحوثي قلت يا اخي ليش انا محبوس؟ أنا من تعز قال لا ما قلت له ليش انا محبوس؟ لان انا شافعي مش قلت المذهب الشافعي والزيدي تعاشوا ألف عام ليش انا محبوس؟ قال يا اخي نبي الله يوسف احتبس قلت له نبي الله يوسف احتبس عند قوم مقاعين قوم لا يفقهون قول انت تقول لي مسيره قرانيه تقارن نفسك بقوم مقاعين لا يفقهون قول الاصل اني يعني تعقلهم يكفي الناس استحوا انتم لا عملتونا بالشر ولا عملتونا بالعرف ولا عملتونا باي جانب انساني خلي لي يعني عاملنا من الثلاثه طلبت منهم بتحويل قضيه للنيابه طبعا عندي اوامر من نيابه البحث زارني وكيل نيابه البحث نبيل الجنيد. قال لي خلاص ولا يهمك ابشر وبالفعل درس ملفي ما فيش عليه اي قضيه وقف الامر عني ولا كان اضرب قبل هذا الامر عرض الحائط امر اخر من نيابه الشرق بامانه العاصمه اثناء ما كنت محبوس في سجن الثوره الاحتياطي وضرب امر عرض الحائط النائب العام عزز امر اول وامر ثاني وامر ثالث وامر رابع ست اوامر معي لا زال ممكن اعطيك انا صوره من اذا اردت ان تاخذ صوره من من, من هذه الاوامر آه يعني بالافراج عني فورا او ارسال ملفية اذا كنتم مدان ما فيش فائده ولا حياه المتنادي يا جماعه انتم تقولون انكم دوله انتم الان يعني ما أنتمش يعني ميليشيا انتم, انتم تقولون انكم دوله اتعاملوا كأنكم دوله او حتى انتم ميليشيات ح يعني انه عندكم حرب الحرب لأخلاق اخلاق اثناء آه سجني بالثوره بالثوره الاحتياطيه وجدت يعني اشياء تدملها القلب مثلا واحد من ابناء حراز اسمه صدام الحرازي هذا صدام الحرازي كان يعمل بعربيه بسوق علي محسن تخيل يعني جريمته تقريبا دخل مسجد الكبير هو ضامم يوم عيد رمضان وكان في عندهم ملاحظه انه من دخل ضامم هو عمل تفجيرات سمعتوا حسب كلامهم انه تم تفجيرات بالحشوش في تفجيرات بالمسجد مسجد اللي بي عند حديقه 26 سبتمبر المحطوري الذي كان فيه بالمحطوري حسب كلامهم فهذا دخل يصلي وهو ايش؟ ضامن وحبسوه عنده ثمان خوات ايتام وام ارمله وهو هو الوحيد العائل لهم يتخيل يحبسك ثلاثة اشهر بدون ما يعرف اسرتك اين انت؟ آه ليش انت محبوس؟ آه اسره يعني نساء عائلهن هو الوحيد قريبة الوحيد حتى وصل لمرحله التفكير باسرته انه قرر راح فيوز قنن داخل السجن صدام الحرازي مواقف اخرى يعني لا تحصى مثلا حبسوا معانا للصور يعني حتى علم الصور الرياضي لاعبين كره القدم اللاعب صالح العميسي نجم منتخب الشباب اللاعب فتاح عبد المغني نجم منتخب الناشئين اللاعب حترش بطل السباحه باليمن اللاعب القباطي تميم بطل كارتي وكان له مشاركه بماليزيا وحبسوا موقف اخر واحد من مذبح اسمه من قبيله الحداء هذا الراجل حبسوه وعرس بنته يوم الخميس، حبسوهم الاثنين. كان يطلب منهم يترقهم يشتي بس يتصل لاسرته يقول لهم انا عندي عروس بس انا عندي ايش؟ يعني انا مش العرس انا محبوس. ما إيش العرس، فرحة بنته يشعر انه فرحة بنته، اسرته كان في خلافات مع اسرة منشئ زوج بنته يشعر يعني كان محرج يقول انه هو عرق العرس. بينما الخلافات كانت سابقه وقد كان بنيته بالعرس اتفاجا انه محتجز داخل السجن ويترقيهم يترقيهم بحق الانسانيه بحق الضمير بحق القبيله بحق المروءه ما فيش فائده طبعا الحوثيين كانوا ضاغطين عليا انه لا يمكن اخرج الا بتبادل اسرى قلت لهم انا رجل مدني ليس لي علاقه بالحرب ورفضت ان انا اتعامل مع هذا الملف بتبادل اسرى لانه انا رجل مدني ليس لي علاقه بهذا الجانب فنتيجه الضغط المنظمات المدنيه، الضغط الاعلامي من كل وقوف الناس الحقوقيين وجهات المجتمع والحمد لله يعني هذا الضغط جاب نتيجه بتكلل بالافراج عني. خرج من السجن بعد عامين قضاهما متنقلا بين سجون مختلفه في محافظات تعز وذمار وصنعاء. ذاق خلالها المرارات وفقد فيها ولده الاكبر الذي توفي بسبب عجزه عن الحصول على ابره دواء غاليه الثمن كثير من من خرجوا من السجن يعيشون كوارث ما بعد الخروج وهي كوارث تشبه في قسوتها ومرارتها قسوه السجن وربما تكون اشد وطاه فالارض الواسعه تضيق على من ضاقت يده والآلام النفسية لا تتوقف عن إعادتك إلى ضيق السجن وفوق هذا وذاك يخرج كثير من هؤلاء السجناء بأمراض وعلل مزمنة رواتبهم متوقفة وأقاربهم قد نال منهم الفقر ما نال وبيوتهم مدمرة إلا ما ندر مشاهدينا الكرام وضع المعتقلين داخل وخارج السجون موضوع حديثنا مع المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي، رئيس فريق الرصد بمنظمة سام، ابقوا معنا. أنا أشدكم الله اخرجوا عيالنا اخرجوا أخواتنا أنا أشهدكم الله بحق الأخوة بحق الإسلام

مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما ارحب بضيفي المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي. مرحبا بك سيد توفيق. مرحبا بك بجميع مشاهدي قناتكم الكريمه. هل تعتقد ان موضوع المعتقلين يلقى الاهتمام الكافي حقوقيا واعلاميا وسياسيا؟ حقيقه ملف المعتقلين من خلال متابعتي واطلاعي ومراقبتي وتواصلي مع كثير من المعتقلين الذين افرج عنهم او اهاليهم استطيع ان اقول ان ملف المعتقلين في اليمن لم يوضع في السياق الطبيعي على الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وربما الاقليمي والدولي ولذلك يتم للاسف الشديد التعامل مع هذا الملف من زوايا متعدده تفقد هذا الملف في احيان كثيره اهميته ووقعه ومعاناته ملف المعتقلين في اليمن يجب يجب ان ان يؤخذ كقضيه واحده متكامله من الشمال الى الجنوب سواء المعتقلين الذين في سجون ميليشيات الحوثي أو المعتقلين المتواجدين في سجون القوات المدعومة من الإمارات أو حتى المعتقلين الموجودين في سجون القوات الشرعية سواء في مأرب أو في تعز أو أو غير ذلك. نعم. إلى إلى ماذا نعزو هذا الإهمال؟ كيف يمكن؟ سيتوفيق إلى ماذا نعزو هذا الإهمال؟ كيف يمكن قراءته؟ وفي ظل ما يعانيه المعتقلون في السجون أو حتى من تم الإفراج عنهم هذا الملف يجب أن يقرأ في إطاره الإنساني هذا الذي أريد أن أتحدث عن المعتقل المدني أنا لا أتحدث عن من وقع, وقع. أنا أتحدث عن المعتقل المدني يجب أن يعامل في إطاره الإنساني سواء يعني. كان في أي سجن كان وفي أي تحت أي سلطة كانت وبالتالي هذا الملف هو كما قلت لكم ملف تحول تحول بسبب هذه الحرب وطول هذه الحرب الى ملف اهلي وشعبي ربما اصبح اهتمام كل بيت يمني نعم. اهتمام كل اسره يمنيه المعتقلين اليوم هو اما اب او اخ او صديق او قريب او جار او شخص معروف في العمل نعم. الى غير ذلك نعم. وبالتالي اصبح هنالك تعاطف شعبي ولذلك انا ادعو الى ان نضع هذا الملف في اطاره العام الاطار الانساني الطبيعي الذي حددته الاتفاقيه الدوليه وحدده القانون الإجراءات الدستور اليمني وقانون الإجراءات اليمنيه، بالتالي م. هذا الملف أصبح اليوم ملف معقد ومتشابك، لأننا اليوم عندما أتحدث عن هذا الملف أنا لا أتحدث عن معتقل، أتحدث عن أسره بأكملها ارتبطت بهذا المعتقل، صحيح. أتحدث صحيح. عن طفل أيضاً ارتبط بهذا المعتقل، أتحدث عن سجون سريه للأسف الشديد كل يوم تتكشف عن عن أوقاع وفضاعات فيها منتشرة نعم. في عموم اليمن تخفي الكثير هؤلاء المعتقلين يجب أن أن, 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 نقرأهم في هذا الإطار وبالتالي أنا أدعو إلى أن نخرج من الإطار الرقمي لدينا 18 ألف أو لدينا 12 ألف أو لدينا 25 ألف إلى الإطار الإنساني الأكبر هذا ملف سيحدث أزمات ونتوءات على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى السياسي، سيخلق الكثير من الثارات والثارات الكبيرة والانتقام المتبادل. نعم وبالتالي لكن أنا لكن كل الاهمال الاهمال في هذا الملف يعني شعبيا هناك كما تفضلت اهتمام لأنه يلامس الوجع في كل بيت، وإنسانيا هو موضوع في هذا الإطار هي قضايا إنسانية بحتة خاصة وأن الغالبيه العظمى للمختطفين هم من المدنيين، لكن سالتك عن الاهمال الرسمي في وضع هذا الملف حيث يجب من الاولويات والاهتمامات سواء في المفاوضات او في سياق الاهتمام بذويهم، يعني لماذا هذا الاهمال في تصورك؟ انا كنت ساصل اليك الى هذه النقطه للاسف الشديد الملف المعتقلين تحول الى ملف رقمي لدى السلطات السياسيه أوه. والسلطه السياسيه للاسف الشديد غير مندمجه في المجتمع هي موزعه اما في الرياض او في موجوده في القاهره او موزعه في اماكن شتى أوه. وبالتالي هذه السلطه غير معنيه كانها غير معنيه بهؤلاء المعتقلين هنالك ولا يوجد أي ارتباط حقيقي بمعاناتهم حتى قضايا تبادل الأسرى التي تتم اليوم على أرض الواقع هي تتم بين فصائل من المقاومة الشعبية وجماعة الحوثي وبالتالي الحكومة الشرعية يجب أن تخطو خطوة أكبر من الخطوة الإعلامية يجب أن لا تفتح هذه المفاوضات خاصة مع المبعوث الاممي الجديدة يجب ان تكون لدى الحكومه الشرعيه رساله واضحه بكل بكل وضوح نحن لن ندخل في اي مفاوضات لن نستمع لاي اقتراحات بشان السلام ما الذي يتم حالة هذا الملف الحقوقي ويتم إبداع حسن نيه من قبل كل الاطراف المنتهكه سواء كانت في الشمال او كانت في الجنوب صحيح. او كانت مع الشرعيه او كانت ضد الشرعيه، الحكومه الشرعيه للاسف الشديد موجوده في الرياض، موجوده خارج اليمن وتتحدث عن هذا الملف من باب اعلامي فقط، اليوم اهالي المعتقلين في عدن على سبيل المثال، كم شكاوى اليوم هنالك اوامر افراج موجوده في المكلا، هنالك اوامر افراج للمعتقلين موجوده في عدن لكن لم ينفذ هذا هذه الافراجات الى اليوم لان القوه التي تعتقل وهي قوه خارج القانون التي تعتقل هؤلاء في بير احمد او او في المكلا رافضه ان تنفذ هذه الاوامر النيابه العامه في المكلا نفذت عمليه اضراب عن العمل بسبب عدم تنفيذ هذه الاوامر وبالتالي انا اقول اليوم السلطه الشرعيه لم ترتقي بهذا الملف الى المستوى الوطني وما زالت واعتقد ان هذا الملف ليس من اولوياتها لان كثير من ابناء المسؤولين الموجودين في الرياض غير معتقلين مطلقا نعم. ولا يمسهم هذا الوجع لا من قريب ولا من بعيد. نعم اذا هناك ايضا يعني تاثر في جانب المختطفين لدى الميليشيا الحوثيه لان لانه كما تفضلت ملف واحد وهذا سيفتح ايضا الحديث عن المختطفين لدى الميليشيات المدعومة إماراتيا فبالتالي يتم تأخير هذا الملف أو لنقول يعني تغيير الأولويات حوله هل هذا الوضع حقيقي فعلاً؟ ربما يكون لكن نعتقد اليوم ان ان ملف المختطفين او المعتقلين تعسفيا او الذي يتم تعذيبهم لدى سلطه الامارات هو ملف متاخر بدا في عام 2017 لكن نحن ايضا لم نجد هذا الاهتمام انا اعتقد اليوم ان هذا الملف يجب ان يذهب بعيدا يجب ان الحكومه الشرعيه ان يذهب بعيدا ان تتشكل حتى هيئه عليا لمتابعه المعتقلين بدعم حكومي ورسمي ان ان يكون ضمن ملف وزاره الخارجية وزير والرئيس عبد الرب منصور هادي يجب أن يوضع على طاولة كل مبعوث أممي يجب أن يوضع على طاولة جميع السفراء الدول الخمسة المعنية يجب أن يوضع على طاولة الاتحاد الأوروبي يجب أن يرتقي هذا الملف إلى مستوى الملف الإنساني خاصة هناك بسواء قصص 18 ألف محت... قصص مثل مثل قضية يعني جمال المعمري وهي قصة مكتملة أركان الوجع يعني يمكن ان تكون عنوان لهذا لهذا البند وهذا الملف اخي انا انا مستعد اعطيك الف قصه لجمال المعمري غير جمال المعمري صح. والله هنالك قصص لمعتقلين في كنتورات قسما بالله العظيم انك لن تذوق النوم بسببها هنالك مختطفين تم دفنهم لمده ثلاثه ايام متواليه يتغوطون ويتبولون في انفسهم ويوضع الطعام امام افواههم عندما يقتربوا منه يتم ركله باقدامهم. انا انا جمال المعمري تم توثيقه من قبل منظمه سام قبل سنه وشهر نعم. كاملا في مارس 2017 تحدثنا عنه لكننا لم نستطع ان نجمع خيوطها كامله حتى خرج المعمري وأبدأ نعم. تواصلنا مع زوجته، تواصلنا مع أخيه الان لدينا مجموعه من القصص سواء في حقه هناك ايضا في الجنوب في كل مكان نعم. قصص تفوق الخيال اقصد أنا ان ان الجانب الدولي الجانب الدولي والمنظمات الغربيه كما تفضل تبتعد عن الرقميه وعن الارقام الاجماليه لانها غير مؤثره مؤثره 20000 ويعني هذه الارقام لكن عندما يكون هناك عنوان انساني فهو يستطيع لفت الانظار اكثر وهذا ما قصدته بالضبط آه هذا بالفعل هذا يجب المعتقلين الذين تم افراج عنهم كثر وهؤلاء نعم. على الاقل يتم الاهتمام بهم من خلال آه تدوين شهاداتهم باخراج آه فني عالي الدقه نعم. بعده لغات يجب ان ان تقام لهم جلسات استماع ليس في مارب وانما في جنيف، في برلين، في الولايات المتحده الامريكيه، امام الامم المتحده، امام المقررين الخواص، يجب ان تكون هنالك عمليه مهدفه ومدروسه آه ذات بعد وطني انساني فقط. نعم. وجه رئيس الوزراء بصرف رواتب لاسر المختطفين، لكن ذلك لم يحدث برايك، لماذا؟ انا لا اعلم بالضبط لكن اعتقد انه كما قلت لك المشكله ان هؤلاء المعتقلين والمخفيين ليسوا اقرباء لهؤلاء المسؤولين انا اعتقد ان قصه الدعم المالي حقه غير دقيقه لان هنالك اموال تهدر في غير طائلها هنالك اموال ايضا وموازنات وفساد كبير داخل الحكومه الشرعيه هنالك تعيينات بالجمله يتم بعيد عن الحقيقه انا اعتقد ان عدم تنفيذ هذه القراءه هذه هذه التوجيهات وعدم اعطاء اهالي المعتقلين في مثل هذه الظروف ايضا جريمه من الجرائم ومساهمه أو إحدى المساهمات في الإعتقال، لأن اليوم المعتقلين وأهالي المعتقلين يعيشون وقع، بل نعم. إن بحسب يعني بحسب ما وثقنا هنالك أسر أجبر أبنائهم على ترك التعليم ليعولون أسرهم ويجمعون القليل من المال لكي صحيح لكي يعطوا ذويهم داخل السجون، هنالك أمهات أجبرن على العمل من اجل راتب زهيد جدا من اجل ان تعول اسرها هنالك اسر اوقفت علاج ابنائها لانها لا تجد قيمه هذه العلاج هنالك اطفال اليوم لم يعرفوا الحدائق لم يعرفوا الالعاب في الاعياد هذا, هذا يعني الجانب الإنساني أدعو الحكومة أدعو الحكومة إلى إلى أن ترتقي أدعو المسؤولين اليوم الذي في الرياض عايشين بالفلال ويوظفون الابن والبنت والزوجة والأخت وبالدولار أدعوهم إلى أن يستحوا وأن يتحرك فيهم ذرة إنسانية هؤلاء بالنهاية هم مسؤولون عنهم بموجب الدستور اليمني، بموجب القانون اليمني وعلى المستوى الاخلاقي بالدرجه الاولى. نعم. وهؤلاء الذين اليوم يعرقلون مثل هذه الاوامر يجب ان يحاكموا ويجب ان يفضحوا على الراي العام وعلى الملأ باكمله. صحيح. بعيدا عن هذا الضمير الغائب والدور الغائب ايضا للحكومه، هل هناك منظمات دوليه معنيه بمساعده المعتقلين والمختطفين ومساعده الاسر؟ يمكن يعني ان يلجا اليها او يعول عليها في سد هذا الفراغ لا اعتقد كمساعدة انسانيه هنالك منظمات تهتم بالجانب الحقوقي والجانب الانساني كحق المعتقلين في الحريه كحق المعتقلين ان يمثلوا امام قاضي طبيعي حق المعتقلين بالكرامه الى غير ذلك يعني. هل آه المعتقلين يدخلون ضمن الجانب الانساني اليوم الكارثه الانسانيه في اليمن وصلت الى بو... الى, إلى عميق اصبحت تخيف اصبحت تخيف الجميع نحن يعني. ايضا اليوم نتحدث عن المعتقلين ودور الحكومه في المعتقلين لان هؤلاء الذين اعتقلوهم اعتقلوا بسبب أبعاد سياسية بحتة وبالتالي هم محسوبين على الحكومة الشرعية بدرجة أو بأخرى كانوا منتمين سياسيا لأحزاب كان لهم مواقف سياسية معينة مع الحكومة الشرعية وبالتالي هم اعتقلوا بسبب هذه الخلفيات السياسية والفكرية والمبدئية وبالتالي و على أحيانا وأحيانا اختطفوا بدافع عليهم. الابتزاز يعني ليست كل الدوافع سياسية وإلا ليس هذا الرقم المهول أيه. للمختطفين أيه. كلهم يعني من من يشتغلون ويمارسون السياسه، هناك من اختطف ايضا لاسباب اخرى اجتماعيه وابتزاز من القادرين من التجار ولذلك انا اقول ملف ملف المعتقلين ذلك دائما نقول انه ملف المعتقلين يجب ان يخرج يخرج عن الاطار الرقمي، انا بدات من امس بكتابة بعض الحلقات أريد من خلالها أن أضع هذا الملف في الإطار العام في الإطار الحقيقي الإطار الإنساني بأبعاده جميعاً لانه انا مستعد ان اقول اليوم يوجد في في المعتقلين 15000 او يوجد 18000 لكن من يدرس او يقرا البعد الاجتماعي لهذا العدد او صحيح. يقرا البعد النفسي للاطفال او يقرا البعد السياسي له او يقرا ايضا قضايا التعذيب هل هي عمليه ممنهجه؟ هل هي سياسه تاتي من اعلى الى اسفل؟ لماذا الانسان اليمني وصل بالدرجه الى ان يرتكب مثل هذه التعذيب؟ يعني اليوم تطرح اشكال يطرح مجموعه من السؤال كيف استطاع هؤلاء ان يصنعوا كل ذلك بجمال المعمري وغير جمال المعمري هذا لا. ايضا سؤال يطرح نفسه صحيح. البعد الفكري لهؤلاء الناس البعد النفسي لهؤلاء الناس البعد, البعد القانوني والاجتماعي للسجون هذا الملف ليس ملفا هينا اخي الكريم هذا ملف يجب ان تعقد من اجله مجموعه من الندوات والدراسات صحيح. يحضر فيه المتخصصون ويفكفك هذا الملف تسطيح الملف اللا 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 تسطيح ملف المعتقلين جريمه في حق المعتقلين وجريمه في حق المجتمع اليمني اللي قابل الايام اليوم الذي يعتبر على على ذكر الجنة. على ذكر التاثير داك. النفسي والتحليل النفسي ل لأ يعني لاطراف الاختطاف سواء الخاطفين او المختطفين شاهدنا قبل قليل في قصه المختطف السابق منصور الزيلعي انه يعني قوله انه توفرت له فرصه للهرب من سجن الميليشيا لكنه لم يهرب لأنه يدرك أنه بريء وينتظر الاعتذار له وتعويضه برأيك هل كان قراره صائباً؟ القضية معقدة لأنه نحن نتحدث عن وضع لا دولة يعني في النهايه أنت بري هنالك عشرات الالاف من الابرياء الذين يتم اطلاقهم بمقابل صحيح. مالي والجميع يعلم ان منصور الزياني وانا كنت على تواصل معه هو عباره هو رجل حقوقي بالدرجه الاولى صحيح. كرس جهده من اجل النضال الحقوقي وكان لديه موقف مبدئي بالانتصار للدوله ووجوه وقيم الدوله وقوانين الدوله نعم. وهذا وهذه ليست جريمه هذا ربما استطيع ان اقول انه وسام شرف ل منصور الزيلعي وغيره نحن نعم. في منظمة سامة الآن نعد تقرير عن انتهاكات النشطاء الحقوقيين ومن ضمنها اوردنا قصه منصور الزي الزيلعي هذا وسام شرف قصه هروبه انا اعتقد كان سيعرضه وربما يعرض اسرته لكثير من المخاطر لان الوضع ليس طبيعيا اليوم الوضع ليس طبيعيا وهروب بولا نستطيع ان نقول انها جريمه ستؤثر ضمن جريمه الموجوده في قانون العقوبات اليمنى الوضع فيه نوع من التعقيد نحن نتحدث صحيح. اليوم عن وضع انساني في ظل وجود ألا دوله مطلقا يعني. هناك كثير من المختطفين المدنيين الذين تفرج عنهم الميليشيا مقابل افراج السلطات الشرعيه عن اسرى حوثيين مقاتلين يعني تم اسرهم من الجبهات برايك هل يؤثر شكل هذا الافراج على حق المدنيين المختطفين في التعويض ومقاضاه خاطفيهم مستقبلا؟ لا الجريمه لا تسقط بالتقادم مطلقا لكن هذا وضع طبيعي لغياب الدوله اليوم جمال المعمري كان سيظل في السجون ربما لسنة وسنتين قادمتين لو لم أو إلى أن الله بحسب روايته للإفراج عنه هنالك اليوم كثير من المعتقلين يتم التحرك من قبل الفصائل المتقاتلة على الأرض واليوم المعتقلين وأهل المعتقلين لا يبحثون عن البعد القانوني الذي أتحدث عنه أنا وأنت الناس يتحدثون عن البعد الإنساني يريدون ان ان يعيشوا حياتهم الطبيعيه، هنالك معتقلين اليوم يتم الافراج عليهم مقابل توقيعات بان لا يغادروا صنعاء او يغادروا بعض المدن، بل بعضهم وصل به الامر الى ان يوقع ورقه بانه اذا غادر العاصمه صنعاء اصبح دمه ودم اسرته مهدورة وبالتالي خرج. القصه اليوم هنالك بعد، هنالك وقع اخي وهنالك وقع والله وقع بحجم الوطن، هذا الوقع الناس يريدون ان يتخلصون منه. صحيح. الطفل يريد ان يتخلص من الم الفراق، الزوجه يعني انا لدي مجموعه من الرسائل للزوجات تقول يا اخي انا اريد زوجي لنعيش في امان واستقرار وحاله طبيعيه، المراه اصبحت اليوم متعبه، مثقله بالهموم، والله اجبرت اجبار على ان تدخل في هذا في 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 معترك الحياه القاسي، الغاز غير موفر، الأطلالة. الغاء يعني الغاء الكهرباء غير موفره الماء غير موفر انت تتصور عن مراه كانت بيتها مملكتها نعم. ثم فجاه تجبر هذه المراه على ان تدخل هذا المعترك وفوق هذا وفوق هذا ايضا يعني معترك البحث عن زوجها والدفاع ومحاوله اخراجه و... زوجها وبالتالي بالتالي هذا هو البعد الانساني في قضيه المعتقلين، يجب ان نجعل المعتقلين ملفا حقوقيا انسانيا بالدرجه الاولى، انا ادعو جماعه الحوثي حقيقه ادعو جماعه الحوثي الى ان يغلبوا ما استطيع ان اقول له باللغه اليمنيه العيش والملح داخل هذا المجتمع، بالنهايه هؤلاء الناس يعني هنالك الم والله لو هم لن اذا انقلبت الطاوله اعتقد سيكون هنالك حاله انتقام مروعه وبذلك يجب ان يحفظ المجتمع جسور التواصل الجسور الاجتماعيه الجسور الانسانيه للأسف نعم. لعل وعسى هذا المجتمع ان يتعافى ويخرج من جسوره هذا ليس في صالح جماعه الحوثي وليس في صالح المجتمع اليمني نعم. وليس في صالح احد والله الناشطين تعبوا والامهات تعبنا والزوجات تعبوا والمعتقلين تعبوا حاله الاذلال ليست في صالح احد صحيح المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي شكرا جزيلا لكل هذه الايضاحات ولهذه المناشدات، كنت معي من فينام. مشاهدينا الكرام الى هنا انتهى وقت هذه الحلقه نذكركم بان وسائل اتصالنا مفتوحه من خلال الايميل الظاهر اسفل الشاشه او عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهده الحلقات السابقه من البرنامج على قناه بلقيس على اليوتيوب او قناه البرنامج على التليجرام. الناشط الحقوقي المفرج عن منصور الزيلعي تم الرصد في امان الله.